وبالأخص ما الهدف الذي استطره الولايات المتحدة نصر الله هو المتعلق بضمان العيش الكريم للمواطن الصحراوي. من أكادير إلى مدينة كرفان، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه المسيرة كما هو معروف حوالي 350 ألف من المغاربة في مختلف أعمارهم ومختلف أعراقهم وجنسياتهم. كابين يرسو بشاطئ يكسو أحلاما جميلة تنتج النفس ينتاب وحس كأنه عرس من ألف ليلة. تخليد للذكرى 47 للمسيرة الخضراء المضفرة، واحتفالا بالذكرى 67 لعيد الاستقلال، نظمت المديرية هذا اليوم المنتدى الأول للأندية المواطنة بالمؤسسات التعليمية. هذا المنتدى الأول اللي اخذت له كشعار المواطنة مسؤولية وممارسة. هذا المنتدى اللي في البرنامج ديالو كان في كما كتشوفوا حاليا ندوة حول الحدثين ديال المسيرة الخضراء المضفرة والاستقلال البلاد، وكذلك اللي غتعقب هذه الندوة تعقب حفل فني ملحمة فنية من إنجاز تلميذات وتلاميذ المؤسسات التعليمية اللي تجندوا سواء المؤسسات الابتدائية أو الإعدادية أو التأهيلية من أجل الاحتفال وتخليد هذه الذكرتين الغاليتين على قلوب جميع المغاربة. هذا الاحتفال هو وقفة من أجل ترسيخ قيم المواطنة، حب الوطن و حب المسيرة الخضراء وحب وإحياء ذكرى وروح المسيرة الخضراء والاستقلال، ووقفة كذلك من أجل ذكرى ديال المجموع الفدائيين والمغاربة اللي أعطاو الدماء ديالهم من أجل استقلال ورخاء هذه البلاد. شكرا.